سمعنا أن التقاويم الموجودة الآن فيها تقديم 5 دقائق بالنسبة لصلاة الفجر أو غيره، فما النصيحة في هذا؟ هل التقويم الموجود الآن التقويم الملقرة فيه التقديم 5 دقائق بالنسبة للفجر فقط، أما غير الفجر فليس فيه شيء، اختلاف يسير من دقيقة أو دقيقتين، ولهذا نرى أن الأئمة يجب أن يلاحظ هذا في أذان الفجر يتأخر 5 دقائق، وهم إذا تأخروا 5 دقائق ما يضر، يعني مثلا لو قدرنا أن التقويم على الفجر تماما وتأخر الإنسان 5 دقائق لا يضر، لكن لو تقدم دقيقة ضر، لأنك لو تقول في الأذان الله أكبر قبل دخول الوقت ما صح الأذان. فلو أن إنسان يرقب الشمس عند الغروب وأذن وقد بقي على قرص الشمس مثل الهلال فإن أذانه لا يصح لأنه كان قبل الوقت. فكيف إذا كان يؤذن قبل 5 دقائق؟ وتجد بعض الناس مثلا ينتظر متى يؤذن ثم يصلي على طول، إما إنسان مريض وإلا إنسان فيه نوم وإلا امرأة محصورة تنتظر متى يؤذن. فالمهم على المؤذنين أن يتأخروا 5 دقائق في أذان الفجر. وإذا خشي يا شيخ من يعني من كلام الناس مثلا 5 دقائق ما يصير في الكلام، لأنه ما يجي أول مؤذن وآخر، الآن في بين المؤذنين بعضهم 10 دقائق. ثم يا أخي الشيء الذي تفعله لله لا تخشى من غيره، أن تفعله لله لا تخشى من غيره.